صباح الطاقة والأخبار السارة والموجات الإيجابية. إن شاء الله يا ربي إنهاركم زين، فيه الصحة وبرشة برشة حب. حاليا راهي الأبراج الترابية في القمة، خاصة نحكيه مع الجدي اللي يتمتع بالصحة الطاقة والموجات الممتازة. ماهوش وحده، حتى برج الحمل على قريب فما سفرة رحلة، وكيف ما يقولوا تبديل الجو فيه برشة برشة راحة. والثور فترة اتصالات موعد مع الحبيب، راهو ويكاند ممتاز عاطفيا. أي الجو زين، هير النجاحات والفرص المهنية. والأسبوع الداخل يحكي على حظوظ مادية، هو فيفري بالنسبة ليك للعلاقات المهنية. السرطان مطالب باش ينظم شؤونه المالية ويراجع حساباته شوية، لكن على الصعيد العاطفي راك تعيش أجواء رومانسية. هي راهي حظوظ كبيرة والمستقبل يوعدك بالخير في علاقتك بالشريك. الأسد عنده نجاح بعد ما تراجع في الدقيقة الأخرى عن اتخاذ بعض القرارات اللي كانت تنجم تقلقه مهنية. راهي تتسهل الأمور وتحسم، زادة فما حسم في مسألة مهنية وتتحسن الظروف. إلى عذراء فرصة مهنية مالية يتسهل خطواتك وتعيش أيامات حلوة وناجحة، وتتحسن زادة الظروف بالنسبة للأبراج الهوائية كيف الميزان عنده استثمارات مالية ناجحة، فما أرباح سفرة زادة باش تكون البلاد بعيدة. إلى عقرب يعيش حب جديد ولا في الأحلام، باي باي زادة للصعوبات المالية، كيف كيف زادة باي باي لكل حاجة سلبية صارت في حياتك اليوم. والقوس عنده علاقة جديدة حب غرام باش تكون زادة عشقة مزيانة. والجدي عيش الاستقرار، راهي حالة من رومانسية تسيطر عليك، فما طاقة حيوية، فما أجواء الخير على قريب وجديد. عرف زادة كيفاش ووقتاش يحدد أهداف، وإن شاء الله يا ربي تحقيقها يكون على قريب. وكان على مولود اليوم من برج الدلو، راهو عنده الهدية ويكاند الحب والأجواء العاطفية الزينة. ونختموا مع برج الحوت اللي عنا ليه نصيحة، وقايت تعاود ترتب أولوياتك، نحكيه مهنيا وقايت زادة تراجع حساباتك. دقيقة حظ.